بنحييكم أصدقائي المشاهدين، وكل التحيات للأصدقاء اللي عم بيتابعونا من لبنان إلى كل العالم عبر محطات تلفزيون لبنان. بحلقتنا اليوم اخترنا نحكي عن الطعام. طبعا هذا الموضوع الذي يعتبر مهم وأساسي جدا، لأنه بمقياس الجوع في العالم بنلاحظ أنه نسب المستويات في ارتفاع، وللأسف بمراحل كثيرة بنشوف في جمعيات خيرية بتسعى قدر المستطاع أن تواكب بعض العمليات اللي ممكن تقول تسد فيها جوع البعض، ولكن بنقول هذا لا يكفي. بمراحل كثيرة أصدقائي بنشوف على صعيد الوطن العربي في ناس بتشتغل، ولكن الجدارة بيوصل صدى شغلهم مهما كانت مساحة بلادهم، ومنلاحظ أنه الصدى بيوصل لعنا على لبنان، ونشوف أنه من واجبنا نحن أن نطرح الصوت أو نطلق الصوت لحتى تكون كل المحطات بإطار المواكبة، هي من مسؤوليتنا كلنا. طبعا وقت اللي بيشتغل الإنسان بالخير وبيقول أنا ماني عايز منصب سياسي، أمور قد تكون شعارات، ولكن وقت يلي من سنوات ونحن نراقب ونتابع منلاحظ أنه هذه الشعارات فعلا منا شعارات، هي حقائق. وكثير من المراكز ما أغرت ضيفنا لليوم وسعى انطلاقا من بلده من جمهورية مصر العربية أن يؤسس بنك الطعام، ومنقدر نقول من مصر انطلق ل 17 دولة والبقية آتية. وبتمنى بلبنان نحن من خلال الفرع يلي هو موجود عندنا انه نحذي نمشي على طريقه ونحذي حذوه، لانه واقع المتابعه من خلاله انشط بكثير، بيعرف على حاله بيقول انا طماع، ومن خلال هذا الطمع اسمحوا لي رحب بضيفنا الحريص جدا على انه يكون الى جانب الانسانيه مش بس بلبنان ولكن وين ما بيكون، الدكتور معز الشهدي، الرئيس التنفيذي والمؤسس لبنك الطعام المصري ورئيس ومؤسس شبكة بنوك الطعام الإقليمية. دكتور أهلا وسهلا فيك. أهلا بيك. الأول بشكر على المقدمة اللي ما استحقهاش، وأنا أحد المؤسسين، أنا مش المؤسس، فدي بس أحد مؤسسي بنك الطعام المصري ما شاء الله. يعني من خلال يعني البحث إنجاز التعبير ليكون ضميرنا مرتاح، وكل التقدير للمؤسسين ولكل المتطوعين يلي معك، بدي أقول إنه اسمك دائما في الصدارة حتى بمراحل كثيرة. نحكى عن جائزة نوبل، وقال ليش هذا الرجل بكل هذه العطاءات ما بيترشح، وليش ما بيرشحوه ويستحق عن جدارة. قديش مهم بكل الأطر يلي نحن عم نحكي فيها نقول إنه هذه الإنسانية من وقت ما بدأت لليوم ما في شيء تغير، يعني بنمو مثل الطيارة، بلشنا بالانطلاق واليوم الرحلة طبعا بنشاط وازدياد مستمر يا دكتور. الحمد لله. هنقول ان الفكرة بدأت من 2006 في مصر. احنا مجموعة رجال اعمال من مجالات مين مختلفة. نعم. فكرة مين؟ الفكرة بتاعت صديق اسمه وائل علماء. نعم. وصديق اخر اسمه رضا سكر. كنا قاعدين واتفقنا ان احنا عايزين نطلق مبادرة مش مجرد لتوفير الطعام، لكن للقضاء على الجوع. وده حلم، هو طمع، بس السياسة ودول ما قدرت عملته، بس هو طمع، ولما نطمع ونحلم هنقدر نحقق. هذا يعني عيني عن الطمع الإيجابي هون. بالضبط. فلما نفكر طب خلاص وصلنا للمسمى بتاع المبادرة، أوكي، بدأنا نفكر إيه المحاور. يعني إحنا في العمل الخاص بتاعنا وفي البيزنس إحنا بنفكر وبنجتهد إن إحنا نوصل للأهداف اللي إحنا عايزينها، وأنا بتخيل إن عمل الخيري أهم من البزنس. فاجتهدنا إن إحنا نوصل للمنظومة المتكاملة اللي تحقق الهدف. أوكي. فلو جينا شفنا تفكير في القضاء على الجوع هنلاقي بيعتمد على محاور محددة علميا بقى. أول محور. أول نوفر الطعام للغير قادر على العمل، كبار السن، عجز وإعاقة تمنع عن عمل، السنجل مادرز، الأيتام، وعائل أسرة أصيب بمرض مزمن. نعم. لو إحنا وفرنا الطعام للقادر على العمل مش هيشتغل، يبقى دمرنا المجتمع. فكان المحور الثاني تعليم وتأهيل وتدريب وتوظيف الفئات المستحقة القادرة على العمل. نعم. المحور الثالث العمل الخيري كتير وخصوصا في المنطقة بتاعتنا بس عشوائي، ما نقدرش نقول العطاء ده
حقق هدف. بدنا ننظم العشوائية. يبقى ننظم العشوائية. يسلم ثمك. وعملنا البرامج اللي تنظم العشوائية. نعم. وصلنا للعمل الخيري. من المحور الثالث وصولا للمحور الرابع. يعني المحور الرابع. كل المحاور مع بعض عم تشتغل هون. كلها. من أجل القضاء على الجوع. المحور الرابع التوعية بعدم إهدار الطعام. إحنا بنهدر كم طعام مهول. طب ليه ما نعملش التوعية إن إحنا نقلل الهدر وبالتالي نقدر نقضي على الجوع. مش قضاء على الجوع بس. وهدر الطعام على فكرة مش مجرد طعام. ده طعام وماء ومجهود ناس ساعات عمل وطاقة. يعني إحنا بنهدر الكثير. نعم. بعد كده هنقول إن إحنا عايزين ننجح المشروع ده. يبقى لازم أدخل فئات المجتمع المختلفة تبقى جزء منه، وإلا مش هحقق الهدف. فأطلقنا برامج للمتطوعين بدءا من الأطفال، جيل بنك الطعام. نعم. في المدارس بيجوا يقضوا يوم كامل في بنك الطعام يشوفوا احنا بنعمل ايه وليه. الأسر، الشركات، الجامعات، كل المعنيين، المجتمع كله معني هون، يدخل بكل طبقاته في المبادرة. برافو. لحتى نضمن النجاح بالضبط. المحور الخامس احنا عايزين نضمن الاستمرارية. هل نقدر نضمن الاستمرارية وانا مش عارف التبرعات ممكن تيجي او ما تجيش؟ ففكرنا زي ما بنعرف نستثمر تبرعات من داخل مصر. يعني كنا عم نحكي انتم احنا تبرعاتنا كلها من داخل مصر. ابدا بناخد من مصريين. افراد مصريين في الخارج انه غير مصريين. مصريين في الخارج وافراد غير مصريين. أوكي. من الخارج. انما فئات جهات منحة او دول او بتاع احنا كافيين. بيسأل عليش لحتى نبعد عن السياسي او 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 بالضبط. بالضبط. يعني العمل الخيري ده لو اتجه اي توجه مش هيحقق الهدف بتاعه. يسلم تمك. فبنبعد عنه. يلا. وبالتالي قلنا ان احنا لازم نستثمر لنضمن دخل ثابت يضمن استمرارية المبادرة. اوكي. قررنا من اول يوم ان احنا لازم الفكر بتاعنا يبقى من بره الصندوق. في قبلنا ناس كتير اجتهدوا ان هم يحاولوا يحققوا الهدف ده. احنا اخدنا خبراتهم وقلنا لا اتحقق. يعني اتنفذت كتير. أوكي. احنا لازم نفكر في افكار جديدة تحقق الهدف. جد. على سبيل المثال برنامج التغذية المدرسية هنقول عليها زي البلياردو، هي برنامج واحد بيخدم اكتر من فئة في المجتمع. اول فئة الاطفال. نعم. بنعمل مطبخ جوه المدرسة عشان نوفر وجبة سخنة. بنعمل داخل المدارس. حسابكم انتو بنعمل عم بتقول على نعم. على بدعم المؤسسة نفسها بنك الطعام المصري. نعم. برافو. فبنوفر مطبخ جوه المدرسة عشان نوفر لهم وجبة سخنة. لأن لما نكتشف إن في فئات الأطفال فيها بتاكل بالدور في اليوم، يعني في أيام الطفل أكله مش مضمون not secured. فقلنا يبقى احنا نوصل لهم في المدرسة. فقيرة محتاجة. وهي البرنامج بيروح للمدارس اللي هي الفقيرة. فبنوفر له وجبة سخنة. نعم. وعشان أضمن سلامة الغذاء ونفعل أكتر البرنامج عملنا مسابقة ما بين بنعمل مسابقة ما بين الأمهات نختار أحسن اللي بيطبخ ويتم توظيفهم مين الأطيب يعني وتعيينهم. برافو. لتنفيذ البرنامج. يبقى وفرنا الأكل للأطفال وعملنا فرص عمل وفرص عمل للأمهات. حلو يا دكتور. طورناها برضو. بعض الشباب اللي ما يقدرش يستثمر في مشروعات كبيرة طب ليه ما يتجمعوش مع بعض ويستثمروا في مطبخ المدارس واحنا نأجروا منهم ونديهم عائد على استثمارهم وبنحفزهم اكتر ان هم لما يعملوا الصيانة الخاصة بمعدات واجهزة المطابخ بياخدوا 10% اضافية مقابل العمل بتاعهم. فهتلاقي استفاد الاطفال والامهات والمجتمع من فرص الاستثمار للشباب. واضح. افكار تانية برضو بدأنا نطبقها اللي هي التنمية والتطوير. احنا بنعمل vocational training عشان الشباب يتعلم حرفة. مش ممكن الكل هيتوظف، مفيش وظائف للكل، انما vocational training بتعلمه حرفة يقدر يوفر. اي حرفة يعني دكتور؟ شو يعني؟ نيمت. كهربائي، نجار. عمره على المهن يعني المهن اللي هو يقدر مش محتاج وظيفة. اللي مجتمعنا بدو إياها. مجتمعنا محتاجها وهو مش محتاج وظيفة يعملها. ده يعملها في أي وقت خلال يومه يقدر يكسب قوت يومه. نعم. عندنا برضو فرص التوظيف. بنأهل الشباب لفرص عمل
مطلوبة في سوق العمل. كل أفكار أنت ولا عم نحكي استراتيجيات كبيرة يعني عم طول من أهل بنعمل يعني كل يعني أفكار قابلة للتنفيذ على الأرض دكتور. تنفذت. برافو. يعني كل ده تنفذ زائد مشروعات صغيرة بنوفر للفئات مشروعات صغيرة إنه هو يقدر يكسب يأمن الحاجة اليومية. يعني. بالضبط. برضو هنلاقي أفكار تانية. نعم. الزراعة الرأسية أو زراعة الأسطح وعملنا مبادرة الأسطح الخضراء يعني المعروفة عنا ولا نزود عليها كلمة تانية الأسطح الخضراء المنتجة مش زينة يعني. بالضبط مش عايزينها أوكي. بس مجرد خضراء نعم خضراء منتجة شو بدك تعمل وفعلا نفذناها جود. نعم نفذتوها عندكم خلاص نفذناها وبعدها مستمر التنفيذ دي لأنه بالوقت بالعالم العربي بيقولوا بنعمل وبنرجع بنوقف بنزرع والري بيكون مفقود ما بنسقي يعني يمكن اللي هيجاوب على اللي راح نشوفه في الاخر راح نشوف احنا هنشوف قدرنا نوصل لايه خلال 10 سنوات الله يقويك نعم فهنلاقي ان احنا وحدات الزراعه نعم. الراسيه نعم. هي بتظهر الصوره بتاعتها دلوقتي الوحده دي ممكن ينتج فيها 660 شكلة زراعة ليش 60 مش 50 660 هي الديزاين كده اوكي الوحدة دي كافية للأسرة تاكل منها وتبيع ل شو بدها تاكل احتياجاتها تنوضح اللي عم نشوفه انتم بتقدموها يعني هبه للأسر يعني بدون اي مقابل بالضبط تنوضح بالضبط نعم وين بنحطها على السطح عندنا بالنسبة للفئات المستحقة ودايما بحب اقول انها مستحقه لان ده حقهم ما بقولش الجهات او مستفيده او محتاجه او شيء هم مستحقين ده حقهم حلو منك فالوحده دي ما عندهمش اسطح لان في برضه بيوت ما فيهاش اسطح الضمايه هيدي دي بالسيستم بتاع الري بتاعها بتوفر 70% من الميه عن الزراعه الطبيعيه نعم وبيطلع انتاج اورجانيك حلو. تكفي ان هم يعيشوا منه وياكلوا منه ويبيعوا منه كمان طبعا كمان طبعا طب شو الاصناف اللي ممكن تطلع دكتور حتى ما نطول باختصار ممكن الفراوله ممكن الجرجير ممكن الكوسه ممكن الملوخيه الجرجير ممكن الخس ممكن البروكلي ده الروف بتاع بنك الطعام في مصر والله الله والانتاج يتم بيعه للموظفين والشتلات بيتم ارسالها للاسر مع الوحدات عشان ينتجوا الانتاج اللي طالبينه يعني تخطينا تامين الطعام يعني احنا عم نحكي عن مشاريع مستقبليه مهمه كثير حضرتك لسه هتشوف مشاريع اخرى بالنسبه للارقام اللي احنا شايفينها قدامنا انا تم دعوتي عن طريق الفاو مؤتمر في لبنان الامن الغذائي في العالم العربي وكانوا بيتكلموا على ازاي يامنوا الغذاء والأفكار اللي كانت بتطرح كانت عبارة عن زيادة الإنتاج أوكي. أنا المحاضرة اللي اتكلمت بيها كانت مختلفة شوي أنا اتكلمت على مستندي على تجاربك يمكن أكيد أوكي. اتكلمت على تقليل الهدر من الغذاء وضح لي أكثر إحنا تحت شعار الكرم إحنا بنهدر كم من الطعام مهول ونتيجة المحاضرة بتاعتي الفاو والبنك الدولي قرر يستثمر في دراسة والصورة اللي كانت موجودة كانت لسناب شوت لقطة من الدراسة اللي هم عملوها بعدها أوكي. اللي هي دي مرورا بالسبلاي تشين بدءا من الانتاج الى المستهلك واخترنا الخمس بنود الاساسية للتغذية السليمة المجموع بقى بتاع الهدر هنقدر نشوفه في السلايد الجاية نعم ان احنا من الحبوب العالم يهدر 43% من الانتاج حبوب؟ من الحبوب الغذائية يهدر 43% السي فود 59% كله هدر؟ الفروتس هذا بدك تشرح لي كيف لو جينا على السي فود نعم. هل أساطيل الصيد كلها مجهزة صح؟ بالتلاجات او الفريزرز ان هم لما يصطادوا شو بيعملوا كده بيقعدوا يصطادوا بعدين وهم راجعين بيرموا اللي فسد بعد كده بتوصل على الميناء بتخزن هل التخزين سليم ممكن لا هذا الهدر المقصود يعني ممكن لا انت عم تروح ببعد اصلاحي كبير جدا
صراحة بس ليه حلول مشاكل الحلول كلها بالضبط. أنا معجب جدا باسم البرنامج لأن فعلا ما فيش مشكلة ما لهاش حل. أوكي. هنلاقي في الـ في الـ لا 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 نرجع معلش. نعم خلصنا بعد كده نحكي عن سي فود. اللحوم 25% حليب. الألبان 21% نعم. وطلبوا مني أن أنا هعمل محاضرة في الفاو في روما. فقلت عايزين نغير التفكير بتاع زيادة الإنتاج. فحسبنا متوسط الخمس بنود من المواد الغذائية دي. ليش بيروح حضر؟ طلع 42% حضر. هقارن ال 42% دي مع نسبة الجوع في العالم. ف2011 المحددة بالسلايد اللي بعده. أيوة. نعم. في 2011 تعداد العالم كان 6,973,000,000. عدد الجوع طبقا للدراسات 842,000,000. يعني 12% جوع وانا بهدر 42%. فرفعت ايدي يا جماعة بدل ما نستثمر في زيادة انتاج خلينا نستثمر في البنية التحتية حتى اللي تحافظ على تلت ما يهدر. تلت ما يهدر يبقى 14%. يبقى انا عندي قضيت على الجوع في العالم ووفرت 2%. حسبة بسيطة. هذا اللي انت قصدته مشكلة الى حل. بالضبط. دي من ضمن الحلول. واضح. هنلاقي بعد كده نعم. عشان احافظ على الاكل المطهو لان احنا برضو بنطهو كميات كبيره من الاكل وبتهدر كرم هفوتها عملنا دراسه ان احنا نقدر نوصل للمانيول العلمي نعم. ازاي نحافظ على الغذاء المطهو تم مراجعته من جهات مختلفه وتم اعتماده جهات رسميه يعني ايوه نعم. وتم اعتماده وتم تسجيله بملكية فكرية باسم بنك الطعام المصري نعم. بحيث ان احنا نطبقه في جميع الدول أوكي. وتسجل في اكتر من دولة عشان نضمن تنفيذه ونضمن تحقيق الهدف منه أوكي. هنوصل بعد كده برضو في بخصوص التوعية هنلاقي ان اوبن بوفيه الطبق والستاندر بليت بتاع العشاء هو 32 سنتي شياكة للأسف في الأوبن بوفيه بيتملي هرم مباراة بتصير فقلنا خلنا نخلي الهرم أصغر ففكرنا ان احنا نصغر قطر الأطباق لل 27 لل 27 وتم تطبيقه في معظم الفنادق في مشروع صغر أكثر 5 سنتي دايت على طول نتيجة التصغير الطبق نعم الليفت اوفر او الغذاء المهدر قل 32% وعدد الوجبات اللي بيتم توزيعها بعد الايفنتس زاد 25% كيف؟ ما هو احنا الاطباق بتتملي احنا اللي بيتملي في الاطباق وبيتساب بيترمي يعني هذا بيروح على انما اللي بيبقى على البوفيه احنا بنوزعه فلما قللت اللي بيتاخد من البوفيه قللت الهدر وزاد عند الكمية وزاد عدد بتتوزع. الوجبات واضح وبعدين طمعنا تاني طيب الليفت اوفر او الاكل اللي بيهدر نعم بدأنا نستثمر في دراسة وابحاث تحويل الليفت اوفر فود ده الى اعلاف طيور واسماك وحيوانات أوكي. تم اعتماد الاثنين الاولين الاسماك والطيور وجاري الابحاث على تفعيل الليفت اوفر فود لتحويله الى اعلاف حيوانات الفكره دي هتقلل اسعار المواد الغذائيه لان دايما بيحسبوا تكلفه اللحمه او سعر اللحمه بيتحدد بناء على العرض والطلب اذا في عرض زايد او زائد تكلفه اطعام الحيوان ده قد ايه هنلاقي مبلغ معين بيزودوا عليه المارجن يبقى هو ده سعر الكيلو ما عند ضد الجوع هون فعلنا اكتر ما عند ضد الجوع كلنا مش احنا لوحدنا كلنا نعم برضو للتوعية بنك الطعام في مصر نعم. مع افتتاح مشروع كيدزينيا عملنا بنك الطعام للأطفال شو هو مشروع كيدزينيا؟ كيدزينيا ده مشروع جاي من المكسيك عبارة عن زي مدينة ملاهي بيتوفر فيها الخبرات المختلفة والأطفال بتدخل تجرب ممكن يبقى طبيب ممكن يبقى بانكر ممكن يبقى مهندس ممكن يبقى
فمن ضمن الاوارنس اللي احنا حبينا نعمله ان نعمل بنك الطعام يعملوا العمل بتاع البنك واضح ويشوفوا بنعمل ايه. قدرنا بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ان احنا ندخل درس في مصر كتاب القراءة العربية السنة الثالثة الابتدائي درس عن بنك الطعام. الله. نتكلم عن حفظ النعمة، التبرع، التطوع، وخدمة المجتمع ضمن الدراسة. حلو. ضمن الدراسة. الطفل في السنة الثالثة مش هو اللي بيذاكر، الأسرة بتذاكر له. فاحنا بننقل المعلومة للأسرة بالكامل طريقة غير مباشرة وذكية جدا ويسمعوا له. نعم. النموذج بتاع بنك الطعام اعتمد من البنك الجامعة الأمريكية في مصر والجامعة الأمريكية في بيروت انه يبقى كيس ستدي للسكول اوف بيزنس بتاعهم عشان الناس تبقى مطمنة من الاوبريشن بتاع بنك الطعام. أوكي. بنك الطعام يحمل 5 شهادات ايزو. حلو. سارية من ادارة، من حفظ النعمة، من تداول الغذاء، من انتاج الغذاء. اي سنة اخدته؟ من مسؤولين دي من وانا صغير بدأناها من زمان بس بتجدد يعني لازم الاستمرار. محافظة على الايزو مهم كتير. بالضبط. نعم. بتطمن الناس على النموذج. Good. نفسه. Good. هنقدر نلاقي بعد كده للاستمرارية. احنا قلنا ان لازم هيبقى فيه استثمارات تضمن الاستمرارية للبنك. أوكي. بنك الطعام يملك 3 مزارع تسمين، خراف وعجول. عم نحكي بمصر. بس انتوا عندكم غير فروع رح نحكي عنها بكل العالم. فويل باكس فاكتوري، اطباق فويل هي اللي بنحط فيهم الوجبات بتاعت الفنادق الباقي يعني الاكل الباقي اللي نضيف. بالظبط. نعم. مصنع تعبئه وتغليف، مصنع صلصه طماطم، كول سنتر للرد على الاستفسارات. اي حد عايز يستفسر يتصل بالكول سنتر ده. المجموعه اللي بتشتغل فيه كلها من اخواننا المكفوفين والكفيفات. برافو. اتوظفوا لأداء العمل. هنلاقي هنا دخلنا في الزراعة. نعم. انتاج معلبات خضار باللحم. واتفقنا كمؤسسين. ليش بدك تعمل علب مواد حافظة ولا بدون مواد حافظة؟ بدون مواد حافظة. دون. هتيجي الشرح بتاعها. حقيقي. بس استأذنك. يلا. قررنا التبرع بحصص في شركتنا كمؤسسين لبنك الطعام. يبقى بنك الطعام له حصة. يضمن الاستمرارية ودخلها لبنك الطعام لضمان استمراريته. بالضبط. نعم. تم تعيين مكتب إرنست آند يونغ تبرعا منهم ان هو يبقى المراجع الخارجي لبنك الطعام. بنك الطعام بعتبر يمكن من المؤسسات الخيرية الغير ربحية القليلة اللي بتنزل الفاينانشال ستيتمنت على الويب سايت تفصيليا للشفافية. واضح. بعد كده هنتكلم على شراكات لمدة طويلة. خلاص بطلت امضي شراكة لمدة سنة ولا تبرع لمدة سنة. انا دليل صماع. دليل ثقة هون يعني. نعم. بالضبط. ونغير وضع المجتمع. دولت مجموعة فنادق، كان في مجموعة شركات، وكان في مجموعة جهات قبل. نعم. مختلفة. ده رأي الفاو على النموذج بتاع بنك الطعام. نعم. ده نزل في التقارير بتاعتهم ان هو لازم يتم الاستفادة من البست براكتسز اللي موجودة. عندي بعد كده في 2010 تم دعوتنا للبرايفت سيكتر فورم في نيويورك من اليونايتد نيشنز بناء على طلب من بانكي مون. عرضنا البرنامج، الناس انبهرت بيه وطلبوا نقل الفكرة إلى دول أخرى لتحقيق أهداف الألفية. وده التقرير اللي حطوه في الريبورت بتاعهم. عشان هيك أنا قلت أنه أنت بدك نوبل للسلام، وهذا هو المفروض. والله اللي يستاهلوا نوبل للسلام مؤسسين مجموعة العمل اللي معايا. بس في جايزة واحدة. نعم. أنت تمثل الجميع، بتحب الكل وكلهم معك وكلهم بيحبوك وكلهم حواليك. اسمح لي فيها. تسلم. من كفي. هنقدر نقول دلوقتي قدرنا نحقق إيه خلال العشر سنين. نعم. هنلاقي ان في 2006 الاطعام الشهري للفئات الغير قادره على العمل عند البدايه بال 2006 اوكي 10,000 اسره. 2010 طلعنا ل 120,000 عشان نوصل في 2015
ل 250 ألف أسرة. متوسط عدد أفراد الأسر في المجتمع ده من 7 إلى 10، لو أخذنا 8 المتوسط هنلاقي 2 مليون بيستفيدوا من البرنامج ده. نعم. السيزنال فيدينج زي شهر رمضان الكريسماس بدأنا ب 50 ألف أسرة، وصلنا لمليون و600 ألف من 2006 إلى 15 من كفي بعد، يبقى كده احنا طالعين الكيرف. نعم. طالع مثل ما انت خططت بالبداية. عيد الأضحى بدأنا ب 36 ألف أسرة استفادت من مشروع صك الأضحية. نعم. وصلنا ل 2 مليون و200 ألف أسرة في 2015. نعم. يعني 17 مليون استفادوا. هنا هنيجي للمعلبات. احنا بننظم العشوائية، التنظيم العشوائي مش مجرد جغرافي، جغرافي وزمني. فقلنا عايزين نوفر لهم الأكل على مدار العام، الحفاظ على اللحم. نعم. فعملنا كانز دون مواد حافظة سهرية لمدة سنتين. وأنا محتاجها لمدة سنة. من السنة عندي 22 مليون هنيك، وصلنا ل 22 مليون. 22 مليون شو؟ علبة؟ علبة يعني يتوزع في الشهر، في الشهر 1,800,000. يبقى الفئات المستحقة اللي احنا مسؤولين عنهم. نعم. بيوصل لهم اللحمة شهريا 4 مرات في الشهر. طب كل هالنشاط هيدا مبني على متطوعين معكم انتو؟ متطوعين وداعمين وشركاء. أوكي. وسبونسرز. جود. احنا بنشتغل من خلال جمعيات، بنأهل جمعيات لأداء الدور المطلوب منهم. أوكي. وصلنا ل 7,210 حاليا، دول تحت مظلة بنك الطعام. التنمية وصلنا ل 175 ألف عائل أسرة. وبننقلهم من الاستحقاق إلى الإنتاج. نعم. الميجا بروجكت بنطور القرى بالكامل. برنامج الفنادق بدأنا ان احنا بنوفر 1,220,000 وجبة في الشهر، وصلنا ل 17 مليون. 17 مليون وشي. يعني متوسط 600,000 شخص بيستفيد منها. هنا دي الارقام اللي قدرنا نوصلها. ملايين ملايين مليارات بلايين 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 شهيدة. الرقم اللي يعني طبعا ما اقدرش احط الرقم في 2015 لانه تحت المراجعه. نعم. بس انا بتخيل ان هو هيوصل للخمسة مليار. طب فينا نتابع معك بس نوقف مع فاصل اعلاني اذا امكن اصدقائي. رح نتابع معكم المقابله مع الدكتور معز الشهدي، الرئيس التنفيذي والمؤسس لبنك الطعام المصري والمؤسس ورئيس شبكه بنوك الطعام الاقليميه. برايكم نرجع. منتابع مع ضيفنا دكتور معز الشهدي دائما عبر تلفزيون لبنان. دكتور معز اللي نحن هلا عم نشوفه بكبر القلب، وبنرجع نقول انه تحيه تقدير واجلال لك، ولكن يعني على صعيد بنك الطعام بمصر كثير مهم، ولكن الفروع المنتشره بالوطن العربي لوين وصلت؟ وصلت على لبنان طبعا. وصلت لبنان. أي وصلت في 18 دوله في المنطقه، الحمد لله قدرنا ان احنا نساعد في تاسيسهم. وطبعا بنك الطعام اللبناني موجود من 2012. تسمح لنا ناخذ اتصال؟ يا ريت. انا بقول الو. يلا اذا اتصلنا هلا مع مؤسس ورئيس بنك الطعام اللبناني سيد كمال سنو. الو. الو استاذ كمال، بدي احييك عبر مشاكل وحلول من تلفزيون لبنان. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك. يعني سيدي نحن عم نحكي عن بنك الطعام المصري والمطاعم الاقليميه. صح. مهم كثير نقول نحن بلبنان شو بنقدر نقدم انطلاقا من يلي كنا عم نتابعه وبنشوفه بكل تقدير اللي حكي عنه الدكتور معز. خلينا انا اعطيك الاهداف تبعت عام 2016. نعم. وخارطة الطريق للاعوام اللي بعدها. نعم. اهم شيء نحن عنا زيادة عدد توزيع الاطعام من 3000 وجبة يوميا الى 5000 او 6000 يوميا. نعم. نحن بنستطيع اطعام 50,000 لبناني ان تمكننا التعاون مع وزارة الاقتصاد في موضوع. نعم. رح نفتحه، رح نطلب من معالي الوزير نتناقش فيه ومنه صعب. نعم. رح نرفع عدد الشاحنات المبردة والعادية من 6 شاحنات إلى 20 شاحنة. هلا نحن عندنا 6 شاحنات مختلفة. أمتى رح يصير عادية؟ رح نوصل للعشرين شاحنة حتى نتمكن ننقل الأكل بسرعة. هلا اللي عم نشوفه المشاهد نحن من لبنان عندنا، مظبوط؟ نعم. كثير مهم.
هذا كله بدنا. اذا المخطط برفع الشاحنات، ولكن بدك تعذرني بكل صراحه، يعني اعلاميا مفترض ان يكون في مواكبه انشط لبنك الطعام اللبناني، لانه نحن بالتحضير للمقابله مع الدكتور لاحظنا انه باقي البنوك في كل العالم اعلاميا انشط من عندنا. ليش دكتور؟ لانه بايد الوحيده ما فيها الزقف لحالها. نعم. ولانه نحن هذا عمل شخصي تطوعي. تطوعي نعم. هلا نحن رح نباشر في فتح مكاتب للجمعيه في 6 مدن. لبنان؟ بلبنان يعني؟ بلبنان طبعا. نعم. هلا يعني نحن اللي خربت الحفله او ما خلينا نقدر نثبت اللي الخطه اللي عاملينها هي اللي صار فينا من زياره 1.5 مليون لاجئ سوري للبنان. استاذ كمال يلي عم ياكلوا هلا شايفينه نحن هون وين بالمطاعم عندكم بسن الفيل؟ انا ما شايف، بس اذا انت عم تشوف عنك. لا ما عندنا بسن الفيل، نحن وين ما بصحلنا بنحط. نعم. وين ما بصحلنا يا بس نحن الاكل من عندنا ايه. طيب اذا بتسمح لي، يعني ببدايه المقابله كان عم بيقول دكتور معز انه هن عم يشتغلوا على صعيد، يعني مصر ما بيقبلوا تبرعات من دول مانحه او ما شابه من غير مصريين عندهم، ولكن نحن بلبنان يعني الكل بيعرف اليوم قديش لبنان يراهن على مساعدات الدول العربيه وكثير من البرامج، كيف عم تقدر تشتغل حضرتك على صعيد فردي تطوعي وتقدر تكفي وتقول من 6 شحنات رح يصير لنا 20؟ سنتين اخرانيات كان التبرع والتطوع من لبنان فقط. من لبنان فقط. بالاول من شو 3 سنين 4 سنين اجينا تبرعين ثلاثه من دول الخليج والسعوديه. وان شاء الله يعني بتبقى دائما بهالهمه ونرجع بنلتقي معك بلقاء اطول. شكرا لك كمال سنو مؤسس ورئيس بنك الطعام اللبناني. دكتور معز يعني هو انا برضه عايز اقول حاجه طول. ان الاعلام برضه يعني عليه دور تجاه بنك الطعام اللبناني. نعم. يعني تجاه بنوك الطعام كلها بكل العالم. بالضبط، بس انا بتكلم على لبنان. نعم. دعم الاعلام ممكن ينقل بنك الطعام اللبناني نقله مختلفه تماما. يعني دائما انتم بتجتمعوا حتى توضعوا استراتيجيه العمل لكل بنوك الطعام، ولا اللي ماشي بمصر ما بيكون ماشي عندنا؟ واذا ممكن ناخذ فكره عن الدول اللي فيها البنك بنك الطعام، وين انتم؟ طبعا تقريباً كل دوله بيبقى ليها بعض الخصوصيات اللي بنعدلها. دلوقتي موجود في السعوديه، اردن، لبنان، بالسعوديه، تونس، بالسعوديه 3 فروع في السعوديه. ليه؟ حفظ النعمه. نعم. حفظ النعمه ده برنامج اساسي اوكي للعائلات المستحقه. تونس، السودان، نعم، موريتانيا، اوكي، بحرين، الصومال، سنترال افريكا، انغولا، باكستان، بنغلاديش، ولسه في اللي جاي يعني ان شاء الله. طب كيف بتزورهم؟ كيف بتلحق تزورهم واحد واحد؟ يعني انت بيتك بالطياره يمكن؟ انا بقري في الطياره، ورقم هتلاقي العنوان ورقم التليفون على الطياره. لهالدرجه يعني؟ بسافر كثير الحمد لله. الحمد لله طبعا، يعني من خلال كل المعطيات يلي عم نحكيها يعني مهم. فانا من المنبر هنا انا بطلب الاعلام يدعم بنك الطعام اللبناني. شكرا لك، ولكن دائما الهدف يكون هو بالقلم العريض القضاء على الجوع. تمام. من خلال كل المعطيات يلي نحن عم نشوفها طبعا مهم كثير نقول يعني انه النفحات الفنيه كثير مهمه، واحيانا اللفت الفنيه يعني باشاره رح نشوف انا وياك هلا اشاره فنيه محورها القضاء على الجوع. تسمح لنا؟ تفضل. بنشوفه بنتابع اصدقائي باشاره المخرج سلام المعلم خليفي. بدأنا الرحلة من سنين وهنكملها، كلنا عيلة واحدة ومسافرين نكفي مصر بجمعيتنا، خلي مصر بحالها. تابعين معكم مشاكل وحلول عبر تلفزيون لبنان. دكتور بعز، احنا كنا عم نحكي بهذه الحلقة عن بنك الطعام يعني بمصر، اتينا على سيرة لبنان والدول اللي حضرتك انت ذكرتهم. بتمنى انه الشبكة تتوسع ونحن دائما رح نكون الى جانبك، ولكن اذا ممكن على الهامش الى جانب بنوك الطعام الاقليمية، شو في بنوك تانية انت معني فيها؟ بنك الشفاء المصري بنوفر الخدمة الطبية بالكامل. ممكن يتعمم على باقي الدول ولا صعب؟ اكيد اكيد اكيد. بنك الكساء المصري لتوفير الكساء، وبنك تنمية المهارات للتعليم والتأهيل والتوظيف. نحن بتمنى عبر مشاكل وحلول من تلفزيون لبنان نكون فعلا يعني
سعينا قدر المستطاع الى ابراز يعني هذه القدره اللي انت مصر على انه ما بقى في مشاكل، الحلول موجوده في ظل القدره على العطاء والقدره على الشعور بالانسان كانسان، لانه مهم جدا من خلال كل المعطيات تقول في ناس مستحقين مش محتاجين ولا مستفيدين ولا اي تفسيرات لغويه اخرى بالقاموس. انا بدي اشكرك، واذا ممكن الختام يكون لك تفضل. انا بشكركم على الدعوه الكريمه الاول للاستضافه. تسلم. فعلا بشكر كل الداعمين للمبادرات في جميع الدول. بشكر فريق العمل اللي معايا اللي انا عارف ان انا تقيل عليهم، بشكرهم على اللي هم بيعملوه، بشكرهم ان هم مفوضني ان انا اتكلم نيابه عنهم. انا بدي اشكرك لانه يعني هذه المصالحه المشاهدين. هذه المصالحه مع الذات بتخليك توصل يعني على استخلاص هذه العبارات الجميله. شكرا لك واهلا وسهلا فيك. شكرا لكم. شكرا دكتور. اصدقائي اسمحوا لي اشكركم واشكر متابعتكم، ان الله راد بكره بنلتقي معكم بحلقه جديده. الى اللقاء.